اليوم وقت اللي نبدا ماشي في الشارع تمشي في حانوت ولا في الشارع ولا في مجازان، الناس كل اسي محمد وين ماشيين، الناس كل تتساءل، الناس كل ضايعه، الناس كل ايه حتى احنا نسالوك الناس كل حايره. انت حسب رايك وين ماشيين؟ وانا شخصيا نتجاوب على هذا، انا بنفسي فهمتي ولا نقول لا، يلزمنا نوضحوا الرؤيه. والشيء هذايا سؤال هذايا مش الشعب التونسي يستنى فيه، حتى الاطراف الاجنبيه اللي نتعاملوا معها، حتى البنوك المؤسسات الدوليه هي بنفسها تسال فينا وين ماشيين، قولوا لنا وين ماشيين، وضحوا لنا الطريق. واليوم الطريق يلزمنا باش نوضحوه على اساس وفاق. المساج اللي يستنى فيه الراي العام التونسي، والمساج اللي يستنى فيه الراي العام الاجنبي، والحلفاء نتاعنا ولا وحبابنا اللي يعاونونا والمستعدين مش يعاونونا، هو هات نوريه للناس، نبرهنوا على ان في المستقبل باش نمشيو اليد في اليد وباش نخدموا هالبلاد هذه وباش نطلعوا ونعليوا مصلحه البلاد على كل المصالح الاخرى. كيفاش باش نتجاوزوا كيفاش؟ كيفاش كيفاش؟ بان الحوار هذا لازم يكون مبني على الوصول الى توافق. نطرحوا الشيء اللي هو نتشاركوا فيه، ان نتشاركوا فيه اللي يجمعنا هي مصلحه تونس، اللي يجمعنا هي تجاوب مع حاجيات التوانسه، اللي يجمعنا هي بناء يعني مجتمع جديد وبناء دوله معناها قويه اللي هي تتمتع بثقه نتاع الناس، مع العلم ان الثوره اظهرت وبرزت ان الدوله هذه ضيعت مصداقيتها ضعفت برشا، على خاطر وبين الثوره هذه هي برهان ودليل على ان الدوله ما نجحتش في سياستها نتاع التعديل، سياستها التعديليه بين الجهات وبين الاجيال وبين الفئات الاجتماعيه. واضح. عندما نتصور الناس اللي قاعده تحرق في روحها، والناس اللي قاعده تحرق، الشباب اللي قاعد يحرق، والشباب اللي يمشي يدخل معناها باش يقاوم وباش يعمل جهاد وباش يعمل كذا، فهمتي ولا؟ الكل وراء هذا يأس من تونس و فقدان امل في المستقبل. هالامل هذايا الشيء اللي يجمعنا هو كيفاش نجم نرجعوه.